اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. ايضا اسر حسين، مش هقول اسر ياسين المره دي، اسر حسين. ازيك يا الحمد لله تمام. كله زي الفل الحمد لله. كريم النهارده طبعا مسافر، كريم بعنا وسافر. ها مصيف بقى في المصيف، مصيف بدري يعني هو في مصيف اليومين دول، بس اسر بقى موجود خلاص. اسر هيغطي هيعمل كل حاجه. ربنا يعزك. منورين وطبعا سعداء بوجودكم معانا. ثابت، خليني ابدا معاك النهارده. عندنا موضوعين بنتكلم فيهم في دوري ابطال افريقيا. الموضوع الاول يعني انا كنت بشوف ان الموضوع ده مهم جدا، لانه المقارنه ما بين تطور التحكيم والافريقي في وجود الفار وتراجع التحكيم المصري بعد رحيل كلاتنبرج، لان ده موضوع مهم جدا 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 وواضح. الموضوع ده مهم جدا، وده احنا بنتكلم كده والنادي الاهلي ايه واصل، يعني احنا الحمد لله يعني في نص نهائي دوري ابطال افريقيا، ويعني كسب 3-0 في مباراه الذهاب، كذلك في الدوري متصدر الدوري، وان شاء الله بنقترب من حسم الدوري. فانت بتتكلم ومش من النادي الاهلي ايه، لا مش محتاج، او مش بنتحجج بتحكيم، او مش بنعترض على حاجه، لكن احنا بنتكلم نقد بناء من اجل ان انت تطور منظومه التحكيم في مصر. نبص على الحكام الافارقه في دوري ابطال افريقيا في المباريات في دور الثمانية ونص النهائي، هتلاقي التحكيم كلهم حكام من غانا، من تونس، من الجزائر، من كينيا، من السودان، من ليبيا، حتى موريتانيا في حكمين حكمونا من موريتانيا، كلهم ممتازين. وجوه جديدة كمان. كلهم وجوه جديدة. التحكيم الافريقي بيتطور خاصة في وجود الفار. نادر ان انت يمكن مباراة الرجاء والاهلي بس هي في الذهاب اللي كان فيها اخطاء، اما باقي المباريات بصراحة حتى لو جبنا الصور في مباراة الوداد وسان داونز، طردين صحيح. وطرد صحيحين. طرد مباشر من التدخل العنيف، واضح جدا يعني التطور التحكيمي مهم جدا في القارة الأفريقية، أو حصل في الفترة الأخيرة ملحوظة رهيبة جدا. تعال بقى نقارن الكلام ده بالتحكيم المصري. التحكيم المصري كان ماشي في صورة كويسة جدا في بداية الموسم، رغم أن النادي الأهلي كان أكتر نادي بيتعرض لأخطاء تحكيمية، ولكن كنا بنقول أن التحكيم كان ماشي بصورة كويسة في وجود كلاتنبرج. ليه؟ لأن كان في راجل عادل، كان في راجل بيطلع يحلل الأخطاء التحكيمية، كان في راجل بيحاسب حتى لو كان شايف من وجهه نظره ان اللعبه دي مثلا ما فيهاش ضربه جزاء، لا خلاص كان بيحلل قدام الناس كلها في التحكيم على الملأ كده للتحكيم. دي طبعا الحالات اهي في مباراه الوداد وسان داونز، طردين للاعيبه سان داونز، طرد مباشر كان واضح جدا. مستحقين طبعا. لكن اللي بنشوفه في الكره المصريه او في الدوري المصري او في كاس مصر في الفتره الاخيره من التحكيم بصراحه لازم فتح تحقيق في الحته دي، لابد من فتح تحقيق. على انت النهارده الحكام دي ازاي يعني ازاي لعبه زي مثلا لعبه محمد صبحي في مباراه الزمالك والاسماعيلي، يعني مباراه الزمالك والاسماعيلي تعتبر واحده من اهم المباريات الجماهيريه، تاني اهم مباراه بعد مباراه الاهلي والزمالك تعتبر، يعني مباراه الزمالك والاسماعيلي، نشوف الخطا التحكيمي اللي حصل من محمد صبحي او الضرب اللي حصل من محمد صبحي ده ازاي هنا ما يحسبش، ازاي الفار ما يتدخلش في لعبه زي دي. يعني الفار ما الفار يعني لو موجود، طب لو مش هيتدخل في لعبه زي دي هيتدخل امتى؟ صح. يعني شوف الفرق. انت هنا احنا هنا برضو هنرجع ونقول ان احنا بنتكلم والنادي الاهلي متصدر الدوري، ولكن الاخطاء التحكيميه الموجوده اخطاء كارثيه. منظومه التحكيم في مصر واحده من اهم المنظومات. ما صدقنا مع كلاتنبرج شفنا بصراحه الكيرف عالي والكيرف بقى فيه تصحيح للاخطاء. دلوقتي مع بريرا لا بنشوفه ولا 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 بيطلع في اي حته، ولا نعرف حتى ان الحكام لعبه وليد عبد الرازق في مباراه الزمالك وبروكسي برضه ضربتين جزاء، قول هنا برضه يعني ممكن ما كانش معاه فار، ولكن هم لعبتين سهلين جدا يعني لعبتين هي دي محتاجه فار، دي محتاجه فار مش فار. فانت بص على منظومه التحكيم. احنا هنا يا جماعه بننتقد نقد بناء. النادي الاهلي زي ما بنقول متصدر الدوري الحمد لله، ماشي بشكل كويس في افريقيا، ولكن منظومه التحكيم على اتحاد الكوره ورئيس لجنه الحكام لابد من مراجعه الاخطاء دي، ويعني تحاسب قدام الناس الحكام دي راحت فين، وهل الحكم ده اتحاسب فعلا، وايه سبب الاخطاء دي، ازاي الفار ما اتكلمش. مش مهم ان هو اتحاسب او ما اتحاسبش، ما هو لو اتحاسب هل لما يرجع بعد الحساب هيحسب الحاجات دي ولا مش هيحسبها؟ بيني وبينك يعني مثلا النهارده في مباراه بيراميدز والفرقه اللي رايا، فرقه رايا اللي من كفر الدوار، انا بهنيهم الحقيقه على ادائهم الرائع النهارده، لكن اتحسبت لبيراميدز ركله جزاء قريبه من اللي احنا شايفينها دي تقريبا. يعني احنا برضو حته الحساب لما الحكام تشوف ان حكم غلط فتحاسب الحكم هيخاف يغلط بالظبط، لكن النهارده لو ما فيش حساب صحيح. خلاص الحكام بقى ما هو خلاص اللي بيغلط ما بيتحاسبش. طيب دوري السوبر يا آسر،
امتى هيتلعب وهل هيتلعب ومين اللي هيشارك ومين اللي مش هيشارك والدنيا ماشيه ازاي؟ بعتقد يا كابتن اسلام انه مكاسب رجوع الاهلي لفورمته المعهوده وكمان تولي كولر القياده الفنيه، اعتقد كان في تفاهم كبير جدا بين ان بتدي المدير الفني اللي انت شايف انه شغل ممتاز جدا في الامور الفنيه والانضباط داخل الملعب وتحقيق كل البطولات المحليه حتى الان، في مساحه من الحريه اعطت يعني ادوها للمدير الفني انه يكون ادرى بمستقبل الفريق، وكان في تفاهم كبير جدا مجلس اداره النادي الاهلي في اعتذار الفريق عن بطوله او اكتر انه خايف على مستقبل الفريق او الاصابات، وكان في تفاهم كبير جدا مجلس الاداره اللي دايما تبقى نظرته لا يعني ممكن يتكلم بشكل في حده شويه للمدير الفني دي لا ده النادي الاهلي ده الليبل ده الماركت ده التسويق بتاعه محتاجه، لكن كان في تفاهم كبير جدا وتم يعني الموافقه على شفنا السنين اللي فاتت بالظبط تم الموافقه على طلب المدير الفني بشكل ممتاز جدا في صله او الجسر اللي بين مجلس الاداره والمدير الفني، وده طبعا لو بنتكلم على اضلاع الكره مهم جدا يكون مجلس الاداره القياده الفنيه الجماهير اللعيبه دايما الاضلاع لازم تكون مكتمله، وده الحمد لله موجود في النادي الاهلي ونتمنى يبقى موجود على طول. فبالتالي دي البطوله اللي يعني ممكن ما كانتش في الحسبان شويه او ده اللي الاهلي بصدد انه يشارك فيها بطوله السوبر الافريقي. الكلام طبعا على انا عايز اطلع بره افريقيا شويه كابتن اسلام، انه من مصادر او من الاعلام الانجليزي او الصحافه الانجليزيه انه فكره ان السوبر الافريقي يتلعب هو تجربه في قاره افريقيا لناس او للوبي قوي جدا في فكره السبونسرز او الرعاه، بان لسه ما زالت فكره الدوري سوبر ليج مطروحه على الارض من فرق في اوروبا، فبالتالي انك تشوفها في قاره افريقيا هتبقى بمثابه جس نبض او تجربه، فبالتالي اختبار اختبار، واحنا لينا حتى كابتن اسلام حتى يعني بشكل المعلومات اللي وارده اختبار انا هاخد 11 مليون يورو مش عارف 5 ولا 6 وبعدين 11 6 مليون دولار البطل. 6 مليون دولار ولا 7 كابتن اسلام يعني مع احترامي لجميع الفرق لما تيجي تقول انا هعمل سوبر افريقي في قاره افريقيا يعني طب ما الاهلي مش موجود مين اللي هيشارك؟ طبعا انت بتحط اسمه بعدين بترص باقي الانديه مع احترامنا عن جميع الانديه. طبعا ده ماشي بالتوازي طبعا مع الفوز اللي كان بيتكلم عنه احمد من شويه، فوز ترجي بعتقد كابتن اسلام مكاسب عده كبيره جدا. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يمكن كان في فوز وحيد للترجي بالنتيجه دي وشفنا يعني تعظيم وتهليل من فرق ما كانتش بتلعب المباراه بالنتيجه واضرب بدري وغيره. النادي الاهلي بمباراه رادس اولا بيحقق اكبر نتيجه على في صراع الانديه في صراع الاهلي مع الانديه التونسيه، اكبر نتيجه خارج الارض، ودي رابع مره خلال بس ال 10 سنين فاتوا النادي الاهلي يكسب الترجي 3-0، رابع مره يكسبه 3-0، فبالتالي ده العادي يعني. طبعا مكاسب عده، فورمه بيرسي تاول ممتازه، يعني انت بتاخد لعيب دايما يا كابتن لما نقول تعريف اللعيب المحترف لازم يشيلك في الادوار دي، لازم يكون لعيب حاسم، بالتالي انت النهارده بيرسي تاول لما يعمل 11 اسيست ويسجل 7 اهداف في افريقيا بس وتكون التوهج بتاعه في اكتر دور مهم ادوار الاقصائيه ربع النهائي او نصف النهائي، شوف الفورمه العاليه دي، بعتقد ان رهان بيرسي تاو اللي كان بيشكك فيه في كلام كتير جدا في الصحافه المصريه وكمان حتى بعض من جماهير الاهلي انه يعني خساره الاصابه اللي حرمتنا من اللاعب ده، لكن واضح ان الكواليتي النادي الاهلي كان عينه بيثبت ان كانت عينه صح، مشاكل بقى البدنيه او اصابه اللعيب دي اللي ممكن نراجع بعض فيها، لكن في الحقيقه اللاعب حرمنا من لعيب مؤثر جدا 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 النادي الاهلي. طيب ثابت برضو هل عندك معلومة متى ستقام هذه البطولة؟ البطولة في نص شهر اكتوبر اللي جاي القادم نص شهر اكتوبر اللي جاي خلاص، والجايزة طبعا 6 مليون دولار، واعلنوا كمان الفرق يعني التصميم لو نعرض حتى الصور الفرق مصنفينهم تصنيف اول وتصنيف تاني. احنا على موعد مع نص نهائي في السوبر الافريقي نفس اللي موجود ده. اسف احمد كبيرة. اعتقد كمان هنشارك الاهلي من دور المجموعات على طول في دوري الابطال عشان بنلعب السوبر. ده في السنه الجايه، البطوله الجايه اللي هي دوري ابطال افريقيا الجاي. انت هيتم اعفائك منه، الانديه الموجوده دي قدامنا على الشاشه هيتم اعفائها من دور اللي هو ال 32 هيشاركوا من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. مظبوط صح. عشان هيلعبوا السوبر. اللي هم مين بقى؟ اللي هو الاهلي والوداد والترجي وصن داونز اللي هو ايه نص النهائي الحالي. اللي هو يعتبر التصنيف الاول، دول هيلعبوا يعني السوبر الافريقي ده هيبقى من دور الثمانيه على طول، كانه دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا. هيتم تصنيفهم الاهلي مثلا، الاهلي متوقع يا هيلاعب يا سيمبا يا بترو اتليكو. التصنيف الثاني على في التصنيف الثاني على حسب بقى التصنيف القرعه هتبقى يعني التصنيف الثاني مازيمبي وانيمبا وسيمبا وبترو اتليكو الانجولي. ده التصنيف الثاني، فالاهلي متوقع ان هو يلاعب سيمبا او بترو اتليكو القرعه في نص شهر 7، هتبقى في تنزانيا في النص شهر 7، فطبعا بطوله مهمه جدا، واحنا دي هتبقى اول بطوله السوبر الافريقي يعني نطمح والنهائي بتاع يعني
كيفية الوصول للمباراة النهائية هيبقى ازاي؟ هتبقى بقى دور 8، دي دور الثمانية، بعد كده دور نص النهائي على حسب القرعة، وبعد كده النهائي. يعني انت مش هتقابل حد من من ده غير في نص النهائي، في نص النهائي غير في نص يعني النهائي كده، او في حتى النهائي. في النهائي كمان عشان كده احنا على موعد ان الاربعه الكبار اللي هو الاهلي والوداد والترجي وصن داونز يكونوا في نص نهائي تاني، نفس نص النهائي الموجود هيبقى نص النهائي بتاع غالبا غالبا لان هم دول الاربعه. وهي دي الأكبر. وهي دي البطوله اللي هيبقى الجواز بتاعتها 6 مليون دولار. 6 مليون دولار هو الشركه ايطاليه هي اللي خدت البطوله، بترعى البطوله، وطبعا جوائزها 6 مليون دولار، ودي اول بطوله بتقام. ف حلو، 6 مليون دولار حلوين. عايز اقول لك متسبي الرئيس الاتحاد الافريقي ده كان حلمه من هو رئيس سان داونز، طرح الفكره هو رئيس سان داونز، وكان الناس بتقول لا لا مش هيتم تنفيذها، لكن دلوقتي طبعا كونه وصل لمقعد الرئيس احنا خلاص يعني بصدد ان احنا نشوفها واقع. لا خلاص يعني ابتدت الامور تتغير، واتمنى بس ان هو يغير من قصه الفار اللي يجب ان يكون متواجد في دوري ابطال افريقيا من دور ال 32، وجهه نظري في كل المباريات وفي دور الثمانيه يعني، او في دور المجموعات انا اسف، يعني دور المجموعات لما تلاقي مباراه بلاش الاهلي سان داونز والهلال، هذه المباراه اللي كانت يعني فيها كلام كتير جدا جدا فيما يخص حكم المباراه، الفار كان لازم يبقى موجود في مثل هذه المباراه مثلا، يعني انا بقول على الحاجات اللي تخص النادي الاهلي. طيب ثابت برضو مارسيل كولر وتطور جميع اللاعبين تحت قيادته او معظم اللاعبين تحت قيادته. مارسيل كولر ماسك النادي الاهلي من 9 سبتمبر 2022، من الفتره دي مارسيل كولر يستحق التحيه على الاداء اللي بيقدمه مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره، بصراحه عامل اداء رهيب. لو اتكلمنا اولا عجبني في مارسيل كولر كذا حاجه كده عايز اسردهم، يعني اول نقطه ان هو مدرب مش عنيد. يعني ايه مدرب مش عنيد؟ احنا كان في الاول في مباراه سان داونز كنا بننتقده ان الراجل بيفتح الملعب، الراجل بيلعب برتم عالي، بيلعب بضغط عالي، بيقول لك دي كورتي الهجوميه، انا مش هتنازل عن الطريقه دي او ده اسلوبه. لما اتغلب من سان داونز كانت نقطه التحول. صحيح. بدا يعمل ايه؟ بيضيق المساحات، يلعب بواقعيه شويه. وده الميزه في الفتره الاخيره لمارسيل كولر، ان هو بدا يتحلى بالواقعيه، وده ميزته في الفتره الاخيره. دي اول نقطه. النقطه الثانيه توظيفه لمروان عطيه. مروان عطيه اصلا كان جاي صفقه مركز 8، يعني كان بيلعب في مركز 8 في الاتحاد كبوكس تو بوكس، بيزيد لقدام وكده. توظيفه في مركز 6 ليه تحديدا؟ عشان هو مميز بالتحرك العرضي، فهو احسن واحد بيطلع الكره من تحت، يحسب ليه جدا. من ساعه ما وظف مروان عطيه في المكان ده النادي الاهلي في اخر 10 مباريات 9 كلين شيت. الحاجه اللي بعد كده توظيفه لديانج. ديانج دايما، ديانج اصلا عنده مشكله في استلامه للكوره وهو ظهره للملعب، فلما حطوا 8 بعدوا عن الاماكن فقدوا للكوره، فديانج بدا يظهر بشكل أفضل من اللي كان فيه، يحسب له كده. تعال بص على بيرسي تاو. بيرسي تاو كان مع موسيماني بيلعب ايه؟ فولس ناين، مهاجم وهمي. النهارده مع كولر بيلعب ايه؟ بيلعب جناح يمين او رايت انسايد فورورد، بيكمل لقدام. النهارده بيرسي تاو زي ما اسر كان بيتكلم قال ايه؟ ان هو عامل مسجل 4 اهداف واربعه اسيست في دوري ابطال افريقيا، متالق بشكل كبير جدا بيرسي تاو، فده يحسب برضو للمدير الفني حسين الشحات. ثقته في علي معلول، علي معلول هو بيتعامل مع علي معلول دايما، مارسيل كولر بيقول لهم كده ان ده انا بعتبره المدير الفني بتاعي في ارض الملعب، اللي هو ككابتن للفرقه، عشان كده ما بيطلعوش من الملعب خالص. حته توظيفه اللي عجبني كمان توظيفه لياسر ابراهيم في المباريات الخارجيه، دي بصراحه ما كانتش في دماغنا خالص، ان هو مثلا كان دايما متولي وعبد المنعم هم الاساسيين، بعد كده قال لك لا لما نلعب بره مصر انت عايز واحد بيجيد الالتحامات الهوائيه اكتر عشان خاطر وروحه عاليه اكتر، فراح موظف ياسر ابراهيم فتحسب له. محمد هاني وتالقه، النهارده محمد هاني بيوصل لخمسه اسيست، اعلى رقم يمكن تقريبا مع اعلى مدرب، فتطويره لمحمد هاني. النادي الاهلي كان عنده مشكله برضه في حته راس الحربه، كانت الناس تقول لك الاهلي ما جابش راس حربه، الاهلي مش عارف ايه، لو نفتكر في شهر يناير، النهارده الناس ما عادش بتتكلم في الموضوع ده خالص، وخلاص الموضوع ده اتحل، يحسب لمين؟ يحسب لمارسيل كولر اللي وظف كهربا، اللي وظف بيرسي في الحته دي، محمد شريف. حتى لو استعرضنا الارقام ده، يعني ارقام مارسيل كولر كمان نتكلم رقميا، هتلاقي ان مارسيل كولر عامل 12 ثلاثيه، مدرب محقق 12 ثلاثيه، ده رقم كبير، يعني انا اعتقد ان هو يستحق التحيه. بص الارقام، 12 اخرهم سلسية. الترجي اخرهم الترجي، الاتحاد المنستيري، الاتحاد السكندري، بيراميدز، سموحه، الزمالك، كان اول ماتش احمد الاتحاد المنستيري او ثلاثه كانت بدايته كده. بسم الله ثلاثه، واسوان والقطن الكاميروني والهلال السوداني وغزل المحله وفاركو والترجي، يمكن الفرقه الوحيده اللي 3-1 بس هي سموحه، الباقي كله 3-0 صح. كمل برضه هتلاقي ارقامهم من منذ مجيئه، دي مهمه جدا، عدد المباريات 41،
كسب منهم 30 يعني نسبه الفوز كام؟ 73%، رقم عالي يعني اكتر ثلاث ارباع الماتشات مع النادي الاهلي كسبها. خسر اربع ماتشات بس، منهم ماتشين بره ملعبه في دوري ابطال افريقيا وماتشين في كاس العالم للانديه مع ريال مدريد وفلامينجو. نسبه تسجيله للاهداف 79 جون في 41 ماتش، يعني بيقترب من الهدفين فين؟ في الماتش الواحد. بص على الرقم المميز جدا دفاعيا، شباك نظيفه 26 ماتش من 41 ماتش، شباك نظيفه ده رقم كبير. وحصل على ثلاث بطولات طبعا، بطولتين سوبر وبطوله كاس مصر، كسب الزمالك مرتين وكسب بيراميدز ثلاث مرات. فانت بتتكلم في مدرب لا يستحق التحيه برضو. كل اللي احنا بنقوله ده اللي هيترجمه في الاخر حصوله على افريقيا، لو حصل على دوري ابطال افريقيا هيبقى بصراحه هيبقى اخد 10 من 10 الموسم ده. لا هو لو خد دوري ودوري ابطال افريقيا، دوري ابطال افريقيا وكاس مصر، طب يعني يعني هيبقى حقق الرقم اكتر من جيلكم. يعني ده انت بتتكلم هيعدي مانويل جوزيه، هيعدي مانويل جوزيه. يعني مانويل جوزيه في اول موسم حقق دوري ابطال في 2001 حققش الدوري صح. فبالتالي انا كمان يعني يمكن كابتن اسلام بعد ماتش فلامينجو كنت في احد البرامج وكانت الناس زعلانه، انا طلعت بكل يقين واتمنى انه ينصفني يعني كولر ان شاء الله، قلت كولر هياخد كل بطولات. الخساره من فلامينجو تعني ان النادي الاهلي، ان كاس العالم ما كانش في الحسبان اصلا، النادي الاهلي شارك فيه لما الوداد كان احد يعني منظم البطوله. فبالتالي كل البطولات المحليه يا كابتن اسلام، تكمله الكلام احمد الممتاز والبيانات الرقميه اللي كان بيحطها، كل البطولات المحليه اللي لعبت طبعا، ان احنا عندنا ما شاء الله غير بقيه العالم تلعب كاس السنه اللي فاتت على كاس السنه دي، الدنيا داخله في بعضيها، لكن حقق كل البطولات المحليه. وانت بصدد ان شاء الله نخلص بس ماتش ترجي، تخلص الماتشات اللي عندك في الدوري ويتسع الفارق وتبعد عن اقرب منافسيك، انت كده امنت بطوله الدوري تعود الى جدرانها ومكانها الطبيعي داخل الجزيره، ويتبقى بطوله كاس مصر للفتره. بالتالي هو حقق كل البطولات المحليه، رهان دوري ابطال افريقيا طبعا رهان مهم جدا، زي ما كان احمد بيقول ان كولر ساعتها هيكتب تاريخ ما كتبوش واحد من اعظم مدربين جوزيه اللي حضرتك حضرت طبعا ايامه، وكان ويظل يعني مدرب التاريخ النادي الاهلي. حاجه ثانيه، كان احمد بيتكلم على دور علي معلول والقياده داخل الملعب وقد ايه بيدي التعليمات لمعلول داخل الملعب. في حاجه اعتقد يعني ربنا يشفي الشناوي ويرجع بالسلامه هتكون حلوه يعني، او كمهير تتمنى انها تشوفها، ان علي معلول ممكن يكون لابس شرط القياده المباراه القادمه. ويمكن ما حصلتش ان برضه في اللعيبه الاجانب، يمكن من ايام حبيبك وزميلك طبعا جيلبرتو كان احد برضه كباتن الفرقه اللي لابسها قبل ما يمشي لبس الشاره، حضرتك تفتكر الكلام ده طبعا اكيد. فبالتالي تكمله برضه الكلام احمد، استمرار انه كولر ماشي بخطى ثابته. كان بيتكلم احمد على نسبه الفوز وامتى وحجم الخسارات. اول خساره النادي الاهلي كانت في بطوله كاس العالم للانديه. فبالتالي لما تيجي تقيم النادي الاهلي وجوده في الدوري المصري وجوده في دوري ابطال افريقيا، انت لم تتعرض للخساره الى ان جاء كاس العالم للانديه. وطبعا هنستثني اللي حصل في دور المجموعات، الاهلي بيبقى بادئ متعثر او مجهد من مشاركته في البطولات الثانيه، خاصه ان انت شاركت في كاس العالم للانديه من غير ما تكون في الحسبان، وهزيمه سان داونز الوحيده يمكن. بعد كده النادي الاهلي رجع لنغمه الانتصارات، وزي ما برده احمد كان بيقول نقطه التحول، تلعب مباراه في الرجاء كابتن قدام المغرب، انت قاعد كمشجع اهلاوي عارف لو المباراه استمرت لاكثر من 190 دقيقه الرجاء مش هيسجل في النادي الاهلي، مباراه دفاعيه بامتياز بشخصيه النادي الاهلي الافريقيه اللي لسه كل اللي المفروض بيعرفه في اول موسم، لكن حتى الان انت ان شاء الله قاب قوسين او ادنى ان انت توصل لنهايه البطوله وان شاء الله تحقق ال11. تكملها بس اللي في نقطه الكابتن، الكابتن الماتش الجاي محمد هاني، هاني اللي هو مش معلول بس لو يعني لو شارك اعتقد انه هيريح هاني، لو اللعيبه اللي ممكن تريح وبعد كده السوليه السوليه ممكن ياخد، لان السوليه ممكن يحصل تدوير السوليه راجع من اصابه ممكن ياخد، السوليه مش موجود هيبقى معلول في ممكن الرابع معلول يعني عايزين نشوفها يعني عايزين نشوفها الصراحه في مباراه الترجي يعني تبقى مهمه جدا صح مهمه جدا هتبقى لطيفه هتبقى وجهه نظر يعني مهمة جدا. السوليه ممكن يعني لعيب كبير وهاني لعيب كبير ربنا يعني نشوف مين اللي هيبقى فيها ولكن في الشوط الثاني مش شرط يبقى ممكن ياخد شويه ياخد تدريجي اللي ممكن يحصل. احمد مين اللاعبين الاكثر تهديفا مع مارسيل كولر؟ الاكثر تهديفا كهربا ومحمد شريف، الارقام اكثر اثنين هدفوا كهربا ومحمد شريف قدامنا الارقام اهو. شريف الاول الاكثر مساهمه، الاكثر مساهمه يعني تسجيل وصناعه. علي معلول صانع 14 اسيست تحت قياده مارسيل كولر في جميع البطولات ومسجل 7 اهداف، يعني 14 و7 بتتكلم في 22 جون اللي هو ايه علي معلول. يجي بعده حسين الشحات 15 جون، حسين الشحات صانع 10 اسيست، اعلى فورمه بتهيألي اول من ساعه ما حسين الشحات تعاقد مع النادي الاهلي اعلى فورمه مع كولر، ومسجل 5 تجوان يعني مساهم في 15 جون. كهربا هداف الاعلى تهديف كهربا ومحمد شريف، كهربا مسجل 11 جون و4 اسيست يعني 15 مساهمه. بعد كده يجي محمد شريف 11 هدف
طبعا ما فيش اسيستات، وبيرسي تاو مسجل 7 اهداف وصانع 4، يعني مساهم في كام؟ في 11 جول. فدول الخمسه، ويجي بعديهم حمدي فتحي واحمد عبد القادر. حمدي فتحي مسجل 6 وصانع 3، واحمد عبد القادر برده مسجل 7 اهداف، من اللعيبه الممتازه مع تحت قياده مارسيل كولر. دول اللي هو اللعيبه اللي ايه برده التنوع التهديفي ده يحسب للمدرب. التنوع التهديفي وبارقام كبيره، خلي بالك يعني كلهم جايبين ارقام كبيره، يا رب يكملوا على الحفاظ على هويه الاهلي الجماعيه مع كولر. سؤالي ليك بقى يا ياسر، انت من الناحيه البدنيه انا شايف ان في تطور واضح في الناحيه البدنيه. يعني كابتن انا سعيد ان حضرتك سالت السؤال ده وحطيت ايدك على المساله دي. جزء كبير من تفوق النادي الاهلي خاصه في المباراه الاقصائيه كان دور الجهاز والمعدين البدنيين في النادي الاهلي. مباراه الرجاء من الدقيقه 20 تقريبا حتى لما الرجاء ضغط بكل خطوطه وكان ضاغط على دفاع النادي الاهلي جامد، كنت واثق ان اللعيبه واقفه على رجلها. النهارده برضو لما بنلعب مباراه الترجي خارج الارض انت برضو عندك احساس ان دايما النادي الاهلي بدنيا اعلى. يعني انا افتكر بعد الحمد لله ان احنا سجلنا طبعا هدف بدري، لكن الشوط الثاني رغم انك بتلعب الفريق على ارضه طبعا يعني اذا استثنينا الجمهور، لكن انت عارف ان اللعيبه واقفه على رجلها هتكمل لحد 90 دقيقه. والتفوق البدني ده غير انك كنت موفق جدا في المرتدات، او كانت لعيبه النادي الاهلي عندها الثقه او عندها الحضور الذهني المميز انها لما تجيلها الكوره قادره تخطف الفريق اللي مستضيفك. انت واقف على رجلك بدنيا بشكل كبير جدا انك تلعب المباراه دي مع تلاحم الماتشات مع مشاركه النادي الاهلي في كل البطولات دي. اعتقد الجزء البدني يشيلك في ماتشات يا كابتن اسلام تحسمها وحضرتك اضرب ده في ماتشات ممكن ما تروحش رايح الفرقه وبتلعب بره ما انتش الاعلى فنيا، لكن واقف على رجلك بدني مستعد حتى لو البطوله يعني لو الماتش يمتد لدقائق كتير انت واقف على رجلك بدني وقادر تحسم اللقاءات دي. من اسرار تالق بيرسي تاو لو حطينا علامه استفهام هتقول ايه؟ البدني، الجانب البدني اللي حضرتك كنتوا بتتكلموا فيه دلوقتي، الدي ان ايه اللي اتعمل في بدايه الموسم. ايوه الدي ان ايه ده كان ليه مهم جدا، ان انت بتحدد كل لاعب محتاج بدني قد ايه. انا برضو ده مهم جدا لانه هنا لازم اشير الى اندويا تطور، لا طبعا تطور منظومه النادي الاهلي في اتخاذ ما يلزم، عشان انا مقتنع باحمد ثابت صح، انا مقتنع ببيرسي تاو، فبالتالي الناس ساعتها لو تفتكر كل الناس قعدت تقول لك إيه جايبين واحد بيتصاب كل دقيقتين وبتاع، لو فاكرين اللي حصل طبعا. دي ولكن ثقه صانع القرار في ان هو جايب بيرسي تاو ومتاكد من هذه لا كمل بقى طور كل ما يخص هذا الامر عشان اعرف عنه كل حاجه، فطور الاجهزه اللي بجيبها له ويضيف عناصر يا كابتن، بيضيف عناصر الجهاز الفني. برافو عليك، وبضيف العناصر اللي بيستفيد منها الجهاز الفني علشان في نفس الوقت اعرف اطور. هو ده كله اللي خلى بيرسي تاو يصل لهذه النقطه، وخلى مش بيرسي تاو فقط، لعيبه النادي الاهلي كلهم الحقيقه. لانه انا وجهه نظري اهم ما بيستفيد منه النادي الاهلي دلوقتي هو السؤال اللي انا سالته لك، ان هم واقفين الكلمه اللي واقفين على رجليهم. فرقم واحد الجانب البدني زي ما هو تطور كتير عكس ايام موسيماني شويه في حته الجانب البدني الصراحه. هو متطور دلوقتي في الجانب البدني بكتير جدا. الحاجه الثانيه توظيفه برده مع موسيماني برده يحسب له ان هو كان موظفه كمهاجم وهمي وكان بيجيب اهداف. على فكره بيرسي تاو برده السنه اللي فاتت كان هو يعتبر اكتر لاعب مساهم في اهداف في دوري ابطال افريقيا. السنه دي برده للعام الثاني على التوالي برده مع مارسيل كولر، ولكن الفرق في التوظيف ان عنده احصائيه احمد مميزه قوي اللي هي انه بيسجل دايما في نصف النهائي. يعني السنه اللي فاتت جايب ثنائيه في وفاق سطيف في نصف النهائي المباراه الحاسمه، فانت محتاج الشخصيه دي يا كابتن في الماتشات الاقصائيه زي ما احمد كان بيقول. والسنه دي في الترجي هدفين، فبالتالي انا مش محتاجه في دور الاثنين. انا مش مساله مش محتاجه، ولكن اقصد ان انا وجوده في مثل هذه المباريات وتالقه هو ده الاهم بالنسبه لي كاهلاوي. صح، المباريات الكبيره صح، اللعيب الكبير بيبان في المباريات الكبيره، وبيرسي تاو لعيب كبير دايما. احنا عارفين ان هو لعيب كبير خاصه ان هو لعيب دولي جاي من برايتون الانجليزي، دولي في منتخب جنوب افريقيا، يعتبر هم بيعتبروه هناك زي محمد صلاح كده في مصر بالنسبه لهم في جنوب افريقيا بيرسي تاو. فبيرسي تاو يعتبر يعني لعيب مكسب كبير جدا بالنسبه لنا ان هو يرجع لفورمته البدنيه. يعني كان بقاله فتره بيلعب بنص حمولته البدنيه، دلوقتي رجعت له حمولته البدنيه وفورمته، فقدر ان هو قدرنا ان احنا نستفاد منه بشكل كويس. طيب خلينا نروح لجزء اخر، مباريات الاياب بقى بنصف النهائي ما بين الاهلي والترجي وسان داونز والوداد. قائمة الترجي لمواجهة الأهلي يوم الجمعة شايفين فيها أو شايفين هذه المباراة إزاي؟ أبدأ بأحمد وبعدين آسر. اتفضل. القائمة معانا برضو ممكن نستعرضها، قائمة الترجي أعتقد إن تشكيلهم أدي القائمة معانا. الغيابات مكتوب عندهم بن شريفية ورياض بن عياد وشرارة والليبي حمد الهوني
هم برضو حراسه المرمى صدق الدبشي هو اللي هيكون بادئ، محمد بن علي ده الباك رايت، ياسين مرياح وتجاي واليعقوبي دول اللي كانوا، بين حميده دول اللي كانوا برضو قدامنا، الارتكاز في صيني كوليبالي ومحمد علي بن رمضان ومعتز صدام جاي عليهم، بس الوهابي ممكن الوهابي برضو يدخل في التشكيل، وصابر بوكرين قدام محمد علي بن حميده وزياد بريمة وانيس البدري. يمكن نفس اعتقد ان هيبقى نفس تشكيل مباراه الذهاب، مش هيغير حاجه، هيبقى نفس التشكيل. انيس البدري واضح ان هو فورمته البدنيه مش جاهز قوي، هو بدا يعتمد عليه، ممكن يبدا بيه يعني، ممكن التغيير اللي تحصل ان احنا نشوف انيس البدري بدأ المباراة. بس بدا المباراه، لكن ده نفس التشكيل او نفس السكواد بتاع القائمه بتاعه الترجي. ياسر، بعتقد يا كابتن اسلام انه التغيير الوحيد طبعا انه يمكن ازدادت المتاعب على نادي الترجي وانقسمت. انا كنت متابع الصحافه التونسيه بعد قرار كابتن، انا بحترمه جدا، نبيل معلول. انا ما انسالوش يا كابتن انه كان اول واحد في عزاء الشهداء في 2012، فكابتن نبيل بعيد عن الامور الفنيه ده ليه معزه خاصه في قلوب الاهلاويه والمصريين، طبعا قلوبنا كلنا راجل محترم جميل يعني. فانقسمت الاراء في الصحافه التونسيه ما بين انه ناس شايفه ان ده كان القرار الصح، وناس تانية حتى احد الصحفيين التوانسه المشهورين كان بيتكلم ده هروب من المسؤوليه وانك تسيب الفريق حتى لو خسران ثلاثه قدام النادي الاهلي واستحاله العوده، يعني يلعب قدام الاهلي وبعدين يستقيل. يعني مش في وقت يعني فكره تحمل المسؤوليه او استكمال حتى المباراه الثانيه يعني، واللعب الكل في الكل زي ما التوانسه بيقولوا. طبعا نادر داوود هو المساعد المدير الفني، مفيش وقت للترجي انه يعين مدير فني. الكلام على استطلاع رأي طبعا معين الشعباني هو بيقود سيراميكا كليوباترا عندنا في الدوري المصري، لكن هيبقى صعوبه طبعا التوقيت، فبالتالي نادر داوود هو اللي هيقود المباراه امام النادي الاهلي. ده التغيير الوحيد على المستوى الفني، زي ما احمد تفضل وقال انه ما فيش تغييرات قوي في اللعيبه اللي غايبه، وفي طبعا عناصر. يمكن معز بن شريفيه شارك في كل المباريات قدام النادي الاهلي ما عدا الماتشين دول، طول مباراه النادي الاهلي مع الترجي كان معز بن شريفيه هو الحارس الاساسي دايما الترجي. طيب توقعاتكم بقى، او هل تشكيل النادي الاهلي هيكون فيه مفاجآت يا احمد؟ هيبقى فيه تغيير اضطراري، بس انا بطمن جماهير اضطراري بطمن جماهير الاهلي، محمد الشناوي ان شاء الله هيلحق نهائي دوري ابطال افريقيا ان شاء الله. لو ربنا كرمنا بس خلينا نعدي الجمعه وبعد كده اولهم علي لطفي. احمد عايز يقول لك كده ان شاء الله يا ان شاء الله. فعلي لطفي اعتقد ان هو هيدخل طبعا عشان اصابه الشناوي، دي ممكن التغييره برضو. انا شايف ان التغيير الكتير مش صح، لان احنا لسه ما صعدناش، لازم الاول تبدا بالتشكيل وتثبت القوام بتاعك والتشكيل بتاعك وتحاول ان انت تجيب جون بدري، بعد كده تبدا تغير. لكن ممكن بعض اللعيبه ان انت عايز تديها زي علي لطفي، عمرو السوليه، احمد عبد القادر، ممكن التغييرات تبقى في حدود الاطار ده، ما تضعفش القوام ابدا. يعني هو مارسيل كولر خلاص محافظ على التشكيل بتاعه او القوام بتاعه، يعني ياسر ابراهيم جنبه، محمد عبد المنعم، محمد هاني ناحيه اليمين، علي معلول، الثلاثه اللي في النص، ممكن نشوف حتى متولي المباراه دي. ممكن متولي، ممكن في وسط الملعب مثلا مروان عطيه، عمرو السوليه يخش مثلا جنب حمدي فتحي بالزبط، ويريح ديانج. برده قدام ممكن يبقى بيرسي تاو وكهربا، واحمد عبد القادر مثلا يريح حسين الشحات. هتلاحظ ان احنا بنتكلم في 14 15 اسم هو اللي بيبدل ما بينهم مارسيل كولر. رايك برضو يا ياسر؟ طبعا بتفق مع احمد، يمكن يعني ما ضمناش الصعود لسه. النادي الاهلي طبعا معروف بالثبات الانفعالي عند لعيبته، ما فيش ثقه زايده خلاص، ودي برضو زي ما كان طبعا يعني كابتننا واستاذنا كابتن علي كان بيتكلم من فتره انه يعني اتحتم عليك او ان انت بتقفل الصفحه بتبص على البطوله اللي بعدها، فبالتالي طبعا نتيجه كبيره جدا، اكبر نتيجه في تونس. فرق تانية كان زمانها بتعمل افراح، لكن 3-0 خلاص انا بقفل الصفحه، بستعد وبحترم جدا المنافس نادي الترجي، نادي كبير جدا من اجل مباراه القاهره. والتغيير هيبقى في حدود الدقائق اللي اتكلمنا فيها، يمكن ممكن مثلا شريف يبدا ياخد شويه دقائق مثلا على حساب، لكن الثلاثي الهجومي ما اعتقدش هيخرج بره بيرستا، ويمكن تغييره برده لاحمد بيقول عليه، ممكن عبد القادر ياخد شويه، طاهر اعتقد هيكون ليه دور في المباراه، لان طاهر من اللعيبه اللي كان بيعتمد عليها كولر في بدايه ولايته خالص، لعيب تكتيكي عنده البدني عالي جدا، ممكن نشوف السوليه ياخد دقائق برضه، لكن مش هيخرج بانه مغير خمس ست لعيبه ومغير، لا لا لم يحسم التاهل بعد. انتوا الاثنين متفقين على عدم التغيير الكبير في طبعًا تشكيل المباراه القادمه. ثابت، الصن داونز والوداد مباراه هناك، ومين الاقرب في المباراه الثانيه؟ والله نتيجه 0-0 دي مش مضمونه خالص. الحقيقه انا بشوفها صعبه جدا لصن داونز. جدا، بس صن داونز على ملعبه كسبان واحد لغايه اخر ثانيه. هو اللي اديهم ميزه شويه ان صن داونز حالته الفنيه والبدنيه وعلى ملعبه، وحسموا الدوري امبارح، احنا معانا صور التتويج. ما انا لسه فارق كبير جدا. نعم، فارق حوالي 14 نقطه وللمره السادسه على التوالي. خلي بالك على التوالي، واول بطوله المكوينة. فدي هتدي له يعني دفعه معنويه، اهو الصور بتاعتهم بتاعت التتويج. وفي نفس الوقت برضو هو لو صعد للنهايه هيريح اللعيبه بقى، خلاص حسم الدوري صح. فهتبقى دي هتديهم دفعه اكتر، ولكن انا بشوف ان نتيجه 0-0 مقلقه، ولكن حاله صن داونز فرقه تقيله قوي،
فرقه رهيبه يعني محتاجه يعني فرقه فنيا اعلى من الوداد بصراحه. ولكن الوداد عنده ميزه ان هو بيدافع كويس قوي مع المدرب الجديد البلجيكي، بيدافع كويس في مباراه الذهاب. قدر حتى انا في مباراه يعني محمد الخامس دي اول مباراه لسان داونز بعد بالظبط 16 مباراه متتاليه، اول مباراه لسان داونز ما يسجلوش فيها، بقى لهم 16 مباراه بيسجلوا في دوري ابطال افريقيا، اول مباراه ما يسجلوش فيها قدام الوداد. فيحسب للوداد ان هم دافعوا كويس، بيعرفوا يدافعوا، واللي بيدافع كويس هو اللي بيعرف يعدي. فممكن الوداد يخطف من خلال ضربه ركنيه، بالظبط ضربه ثابته، ممكن تبقى لا حتى واحد 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 صعد واحد الوداد. الحقيقه كابتن اسلام كانت اشارات مختلفه جدا في المباراه، يعني اتفرجت على المباراه دي بنفس حماس مباراه الاهلي والترجي، عايز اشوف احنا مين يعني هنلاعب مين. في حاجتين مختلفتين جدا، لو وصلنا للنهائي، لو وصلنا للنهائي باذن الله بدون مقاطعه. السان داونز مطرود منه واحد من الدقيقه 43 او الدقيقه 42، وبيلعب فيه زي ما كان احمد بيقول في ملعب محمد الخامس، وبيلعب ماسك الكوره على الوداد كانه هو اللي كمل العدد. فبالتالي فرقه منظمه جدا مكوينه، وصل بيهم لنضج بانه تعليمات هي هي، هنمشي الكوره ضايقين المساحات، بنلعب في حته معينه من ثلث الملعب بس وبننقل الكوره بسرعه جدا. والوداد زي ما احمد بيقول كان بيدافع كويس، لكن على الناحيه الثانيه الوداد كان بيدافع كويس، بس انا الحقيقه مش مع فكره ان بيقول لك ان سان داونز ما بيعرفش يدافع، لانه انا بشوف ان سان داونز عمل شكل دفاعي تكتيكي رائع في مباراه الوداد باستثناء الكرات العرضيه. والوداد ما راحش بهجمات خطر، يمكن لا ازاي لا يعني الكرات الثابته ده سلاح كبير جدا، ده سلاح مهم جدا، لكن قصدي ما راح ما كانش ضاغط على سان داونز. عندهم حارس مرمى كمان ويليامز ممتاز ممتاز، الكره اللي شالها اللي في الضيقه دي كانت طبعا صعبه جدا، كان ممكن تحشي اللي في الضيقه، انا اللي بتكلم اللي في الفاول اللي شالها في العرضيه، في واحده اللي هي شبه انفراد اللي هي اللي حطها في ايده، هو لا كان لازم يحطها هناك حطها ضيقه وشالها ويليامز، ولو حطها هناك جون خلاص، لكن هي حطها اختار الضيقه بالظبط. تكمله كابتن اسلام للكلام ده، انه بقول لك اشارات مختلفه، يبان انه سان داونز ده فريق بيلعب 10 وماسك كرة على الوداد، لكن في نفس الوقت لو بصينا على الحالات اللي احمد عرضها بتاعه الطردين اللي هم طردين مستحقين جدا جدا، دي مباراه بيلعبها سان داونز خارج ارضه، وما يعني انت ما مش محتاجين نعرف جمهور الوداد جمهور من اجمل الجماهير الموجوده في القاره الافريقيه أي. فبالتالي وعندك جمهور النادي الاهلي العظيم، فبالتالي انك تلعب سان داونز بيلعب بره، واضح ان اللعيبه رغم كورتها الحلوه ورغم الثقه في نقل الكوره، اللعيبه بتفك بلغه الكوره كابتن في مساله الضغط العصبي، انك الفاولين اللي اتعملوا واستحقوا الطرد ما عملهمش لاعب ناشئ، انت بالتالي صحيح. تلعب مباراه سيمي فاينل صحيح. واحده داخل لعيب داخل بالستارز رافس اللعيب الثاني وفي نفس الوقت الثاني عامل وطرد مباشر مش انذارين مثلا، فبالتالي دي نقطه اعتقد مكسب حين يعني ان شاء الله باذن الله لما الاهلي يتاهل، لو سان داونز تاهل دي نقطه اعتقد انها مهمه. على الناحيه الثانيه شفنا فريق عنده شخصيه حتى وهو منقوص العدد قادر يلعب كوره على فريق يعني بلغه الكوره صعب زي الوداد. مين الاقرب يا احمد، وداد ولا سان داونز؟ سان داونز. مين الاقرب؟ سان داونز. سان داونز. طيب خلينا بقى نروح لاخر حاجه معانا النهارده، تولي الكابتن بدري رجب القياده الفنيه لقطاع الناشئين في ظل وجود كابتن خالد بيبو طبعا رئيسا لقطاع الناشئين، وكابتن وليد سليمان نائبا لرئيس قطاع الناشئين. طبعا حاجه محترمه قوي كابتن بدري رجب، انا شايف ان هو كان يعني كان ممكن يمسك كمان من فتره قبل كده كمان. كابتن بدري رجب كادر رهيب، كادر اهلاوي محترم جدا، طلع كوادر، طلع لعيبه كتير يعني، طلع معانا امبارح قال كلام مهم، طلع تريزيجيه، طلع رمضان صبحي، طلع كهربا، طلع مصطفى طلعت، طلع مصطفى جبيل، مؤمن ربنا يشفيه ويعافيه، مؤمن زكريا، ايمن اشرف، محمد الشناوي، هشام محمد، شهاب الدين احمد، عفروتو، شهاب الدين احمد، الجيل ده كله بتاع شهاب وعفروتو، الجيل ده كله هو اللي مطلعه كابتن بدري رجب. مسته كمان واشتغل في الامارات اكتر من 12 سنه، فالامارات مش هتجيب حد وتقعده الشغل ده ويستمر معاهم الفتره دي غير لما يكون كادر رهيب يعني هو مكتشف المواهب. ونتمنى ان شاء الله نتمنى له التوفيق، ومعاه الكابتن خالد بيبو في يعني هم محققين نجاح، واخدين 3 دوري السنه دي، بالاضافه كمان كابتن بدري رجب محتاجين كمان ان شاء الله، وان القطاع فيه لعيبه ممتازه مع وجود كابتن بدري رجب اعتقد ان شاء الله ان احنا نستفيد بيهم قريبا في الفريق الاول. ياسر كابتن طبعا يعني من خلال حضرتك ببارك له وبقول ان ده قرار يعني فرح كتير جدا من الاهلاويه، وان كان تاخر قليلا. كابتن بدر رجب انا يمكن قصتي حتى من سنين، انا لما كنت بخش تمرات الناشئين النادي الاهلي ولعبت وربنا يعني كرمني ولعبت ونلت شرف ان العب في ناشئين النادي الاهلي، كان دايما كابتن بدر رجب في كل المراحل السنيه هو اللي قاعد بره الترابيزه، وكانت عينينا واحنا بنلعب يا كابتن بنتاكد، واهالينا كانوا يقولوا لنا كابتن بدر رجب اللي عارف لو انتوا كويسين عينه هتشوفكم هتاخدكم، ده اللي حصل بالفعل. فبالتالي قرار مهم جدا، نتكلم بقلب جامد يا كابتن اسلام وبعشم انا واحمد واي اهلاوي بانه بننتظر منه في ظل تواجده انتاجيه كبيره جدا ودعم للفريق الاول من قطاع الناشئين.
بيطلع لعيبه، لكن لا مع وجود كابتن بدر رجب عايزين اكتر واكتر ويكون هم نواه الفريق الاول باذن الله. احنا شفنا الحقيقه امبارح في تمرين امبارح يعني اخيرا ثلاث او اربع او اكتر سبع ثمان لاعبين موجودين من 2005 2006، نتمنى لهم يا رب التوفيق خلال الفتره القادمه، كلهم لاعبين واعدين وكلهم يبقوا نواه جيده لمستقبل لكره القدم في النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. بشكرك جدا احمد على وجودك معنا، شكرا جزيلا. بشكرك جدا يا اسر على وجودك معنا، شكرا جزيلا. كانت هذه حلقه نهايه الاسبوع، ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم وحلقه جديده من البيت الكبير.